السلام عليكم، عندنا هذا سؤال للكويز. هاي السيركت المربوطة أمامنا، مطلوب مننا أنه نجد المعادلة الخاصة بحساب التيار I3 اللي هو هذا. طبعا اتجاهات التيارات والتسميات كلها هي موجودة من السؤال، أوكي؟ فعندنا هاي الأوبريشن أمبليفاير الاعتيادي، عندنا غطية الإدخال مربوطة على طرف الـ inverting terminal، أوكي؟ عندنا مقاومة الإدخال اللي هي R1 يسري بها التيار I1، أوكي؟ عندنا بالفيدباك طرف الفيدباك المقاومة R2 اللي يسري بها التيار I2. كذلك عندنا طرف هذا الأوتبوت ومربوط عندنا R load مقاومة الحمل اللي يسري بها تيار الحمل I load، أوكي؟ طبعا هذا I2 هو كله اللي هاني. عندنا هوني مقاومة عند الأوتبوت اللي هي R3 واللي يسري بها بهذا الاتجاه تيار I3 اللي هو مطلوب أساسا مننا إنه نوجد المعادلة الخاصة بها. أقصر طريق للحل نسلكه إنه نرجع من النهاية. أنا أريد معادلة الـ I3، وين أوجد هاي المعادلة؟ ألاحظ هوني عندي هاي التيارات اعتسري، أكو هوني عقدة، هذا التيار I2 عيمشي بهذا الاتجاه، عيطلع من هاي العقدة I3 بهذا الاتجاه و I load بهالاتجاه. معناته ممكن أنا حسب قانون كيرشوف للتيارات عند العقدة الواحدة إنه التيارات الداخلة تساوي مجموع التيارات الخارجة، أوكي؟ مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة. منو عيدخل على هاي العقدة؟ الـ I2، أحطوه على طرف I2. ايش يساوي التيارات الخارجة مجموعة I3 و I load، I3 plus I load، ماشي؟ لكن هم ما يطلعون باتجاه اوكي معاكس، فانه ممكن انا اذا احولهم على هذا الاتجاه راح يطلعوا لي باشارة سالبة، فانا حلي صحيح باعتبار هم ما يصيرون باتجاه اوكي معاكس لهذا الاتجاه مالتي. انا I2 في حال جمعتهم معادلة واحدة انه يساويتهم لصفر راح يكونون وكأنه باتجاه معاكس الوقت. لكن احنا ناخذ المعادلة اللي بأبسط شكلها اللي بشكل الجنرال، اوكي، انه مجموع التيارات الداخلة على طرف ويساوي مجموع التيارات الخارجة على طرف اخر، اوكي، حتى لا الخبط بسالفة الاشارة. فانا عندي من الداخل I2، من الاوتبوت اللي هو I3 بلس I4، اوكي، او ممكن اسميها I load مثل ما كاتب لي هي هون. انا اريد منه؟ اريد الـ I3، فاش احول هذا الطرف الـ I load احوله الى هذا الطرف، فاش صار عندي الـ I3 تساوي الـ I2 plus الـ I load، عفوا ناقص، لأنه ناقص الـ I load لأن هي كانت موجبة تحول إلى هذا الطرف تصير سالبة، أوكي؟ I3 تساوي I2 ناقص I load، أو هاي أبسط طريقة إنه أنا أتبعها حتى إيش أوجد هاي المعادلة مال التيارات، إنه مثل ما قلت لكم قانون كيرشوف التيارات مجموعة التيارات داخلة يساوي مجموعة التيارات خارجة. لكن هون إيش كنا نعمله؟ تبع الأسهم، اوكي، مال هاي الرسم مالتنا اللي كنت طعنا وما سيركت. فبما انه التيار I2 والI load، اوكي، اللي هو تيار الحمل يسيرون من نفس الاتجاه، معناته هو الI2 اللي I3 عاكسهم او يروح بغير اتجاه، هو عينطرح منه الI3 وعيبقى منه الI load. فممكن نكتبها المعادلة بهاي الصيغة، انه الI2 ناقص الI3 راح يساوي لي الI load، اوكي، I2 ونفس الـ I load بس بعد ما خسر منه أو انطرح منه الـ I3، أوكي؟ وهم نفس المعادلة نحاول نحولها بحيث تصير الـ I3 هي اللي على جنب والباقي المتغيرات على جنب آخر، فرح نحول الـ I2 إلى هذا الطرف. نلاحظ إنه الـ I3 اللي هو إحنا عم نسعى ورا معادلته إنه بالسالب، وأنا أريده لا يكون أكيد موجب، معامله يكون دائما واحد، فأضربه في سالب واحد طرفين المعادلة أكيد، ورح يصير عندنا ننتهي نفس المعادلة اللي قبل شوية طلعناها وتوصلنا للـ I3 تساوي الـ I2 ناقص الـ I load، أوكي؟ هسا نحاول نتجه إلى الإيش؟ المعادلات الخاصة بالـ I2 والـ I load، يعني أنا أساسا أريد أطلع الـ I3، طيب بس الـ I2 والـ I load اللي كونوا لي معادلة الـ I3 مين أعرفهم؟ أنا ما أعرفهم، أوكي؟ فنروح إلى معادلات نطلع مالتهم حتى إيش؟ إنه يكون معادلة I3 أسمى يكون إنه مثل ما إحنا نريده، أوكي؟ نتوصلها إلى أبسط ما يكون. الـ I2 أنا أعرف إنه هو نفسه الـ I1 هو نفسه الـ I2، تمام؟ والـ I1 هو معادلته كنا تعلمنا عنها سابقاً اللي هي الـ VN على الـ R1، باعتبار إنه الوطية عبر هاي الطرفين الـ V1 ناقص هوني، عفواً VN ناقص هوني الـ V1 اللي تساوي صفر، فـ VN ناقص الـ V1 اللي تساوي صفر، VN over R1. هاي المعادلة الخاصة بالإيش؟ تيار الـ I1 اللي هي نفسها يساوي لي تيار الـ I2. طيب الـ I load إيش تساوي المعادلة مالتها؟ هم نفس الحالة، أخذ هوني الفولتية
وهوني الفولتي. اخذ الفرق بيناتهم، الفولتي منو؟ هوني الفي اوت، هاي الفي اوت ناقص منو؟ هوني الارضي، فانات الصفر ماكو فولتية على منو؟ المقاومه ار لود. فصار عندنا الاي لود القانون مالته هو الفي اوت اوفر منو؟ الار لود. اوكي طيب هسه بكل بساطه انه انا اجي اعوض انه الاي 3 ايش تساوي؟ بدلاله الفولتيات. اوكي الغي الاي 2 اعوض بداله ايش؟ في ان اوفر ار 1 ناقص ينزل حيان الاي لود اشنو معادلته؟ الفي اوت اوفر الاي الار لود عفوا. اوكي طيب هسه عندي في ان وفي اوت اثنين يعني كل وحده فولتيه شكل، ما اكو اي محاوله لانه اختصر او يعني ارتب اعيد صياغه هاي المعادله مالتي، لكن انا اعرف انه الفي اوت يحاكي نوع من الدائره ايش تساوي؟ هاي نوع الانفرتنج اوبريشن امبليفاير، يعني الفي اوت ايش تساوي بها؟ شيء نعرفه احنا سالب ار2 اوفر ار1 اللي هي الار2 قصدي بها الار فيدباك، والار1 هي قصدي بها مقاومه الادخال في الايش؟ فولتيه الادخال. لاحظ انه هون طلع لي بالمعادله مال في اوت فولتيه الادخال، فممكن انا اعوض حتى انه ايش؟ انه اوحد القيم اللي تكون عندي. فعوضنا هذا الجزء اللي هو سالب ار2 اوفر ار1 في الفي ان نفسها هاي بمكان الار الفي اوت عفوا، فيصير عندنا في ان على ار1 ناقص هاي تنزل. هسه داخل قوس اوكي اللي هي هاي بالوردي هذا الفي اوت اللي هي سالب ار2 اوفر ار1 في الفي ان اوفر الار لو تنزل كما هي. هذا السالب راح ينضرب هذا السالب راح يصير موجب. اوكي هذا الجزء ينزل كما هو، راح يصير عندنا اشنو؟ بس مجرد ترتيب راح يكون عندنا ار2 اوفر ايش؟ الار1 في الار لود في الفي ان، هاي راح تنزل تحت باعتبار راح تكون عندنا ار2 اوفر الار1 في فوطية الادخال كلتا على الار لود. فايش راح يصير؟ راح توحد هذا المقام. اوكي راح يصير عندنا ار2 over الار1 في الار لود، هاي رياضيات بسيطة في الفي ان. اوكي هذا الشكل اللي هي نفسها هوني مكتوبة. اوكي هسا عندنا هوني اشوف لاحظ شيء اللي هو الفي ان والار1 يعني ممكن انا ارتبهم. اوكي هي ما دام ضربه قسمه ممكن اكتب ار2 على الار1 وحده من الار1 اوكي اشنو اضربها في الفي ان اوفر هاي الار1 اوكي عفوا هاي الار لود ماشي. هون ارتب احط الار لود ار2 اوفر ار لود مضروبه في الفي ان اوفر الار1. الاحظ انه هي عندي لهن طرف ايش؟ الطرف الاول بالمعادله مالتي نفس القيمه اللي هي في ان اوفر الار1، ليش ما اخليها على صفحه كترتيب واخذها كعامل مشترك حتى اوصل الى ابسط صيغه ممكنه للحل مالتي. اوكي فايش يصير عندنا؟ الار2 اوفر ار1 في ار لود في الفي ان اوكي بس مجرد حطيته هاي هم اثنين مضروبين ببعض، يعني هسه هاي نتيجه الضربه ما راح يهم يشكل لي ار2 في الفي ان على الار لود في الار1، انا ما غيرته بالمعادله شيء بس غيرته بالترتيب، عدلته بالترتيب مالتي لصيغه حكي هاي المعادله، وانما هي نفسها مثل ما هي ما غيرته لا طلعته بسط مقام لا غيرته اي شيء لا قلبته بالقيم. اوكي بس مجرد ترتيب حتى اخذها كعامل مشترك اوكي مع هذا الطرف، فصارت عندنا في ان على الار1 عامل مشترك لي من هذا الطرف ايش راح يضل؟ راح يضل لي الواحد، من هذا الطرف ايش راح يضل؟ ار2 اوفر الار لود. اوكي فهي هاي معادله الاي 3 اخر معادله ممكن نتوصلها لحساب الاي 3 اوكي اللي هي الفي ان اوفر الار1 في الواحد بلس ار2 اوفر ار لود تساوي لي معادله حساب الايش؟ الاي 3 اللي يمر خلال هاي المقاومه عن طرف الاخراج اللي هي الار 3.